تعرضت الفنانة المصرية حنان سليمان للانتقادات بسبب ظهورها بملابس قصيرة رغم تجسيدها دور سيدة محجبة في مسلسل جروب العيلة، زي ما احنا شايفين كده. ففي إحدى اللقطات ظهرت مرتدية فستانا قصيرا بينما غطت شعرها بشال للرأس، وكان من بين المنتقدين مؤلف وشارك منشورا عبر حسابه في الفيسبوك كتب فيه: مع كامل احترامنا لجروبات وصفحات السوشيال ميديا مدفوعة الأكل اللي بتشكر في جروب العيلة، هل الفنانة حنان سليمان ما خدتش باقي أجرها عشان كده طلعت محجبة من فوق بس؟ مع العلم رجليها كده في أكتر من مشهد مش ده بس. وبعد الهجوم الذي تعرضت له والانتقادات اللاذعة الموجهة ضدها، قررت حنان سليمان الخروج عن صمتها والرد، مشيرة إلى أنها تحترم جميع آراء المشاهدين، وأوضحت أن الشخصية التي تجسدها في العمل ليست محجبة بل محتشمة، حيث أن بعض السيدات يرتدين البونيه للرأس بهدف الاحتشام ليس التحجب. وأضافت: أنا معرفش أرتدي لبس خليع وما ينفعش أعمل كده، والمخرج هو المتحكم في الموضوع. ولفتت إلى أنها ليست المسؤولة عن اختيار أزيائها في العمل بل منسق الملابس، وأعربت عن استيائها من تعرضها للانتقادات، لا سيما أنها لم تتوقع أن تهاجم بسبب ملابسها، وقالت: توقعت أن ينتقدني الجمهور على طريقة تقديم الدور وليس ملابس الشخصية، ولكني مش متضايقة من الانتقاد. ومن ناحية أخرى ردت الستايليست رحمة عادل على هذا الهجوم، وقالت أن مفيش حاجة قالت إنها محجبة خالص، هي بس محتشمة نظرا لسنها في المسلسل وجوزها ميت، لكن هي مش محجبة خالص. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. نشرت حنان سليمان البوست دوت 12 أبريل 2021 وكتبت فيه: أيوة أنا المسيحية اللي مستنية رمضان بفارغ الصبر، أيوة أنا المسيحية اللي مستنية الزينة بتاعة رمضان، أيوة أنا المسيحية اللي مستنية الناس يتجمعوا عشان يفطروا، أيوة أنا المسيحية اللي مستنية المسلسلات بتاعة رمضان، أيوة أنا المسيحية اللي بيفضل ولادها يسألوها رمضان إمتى، أيوة أنا المسيحية اللي شايفة إن مفيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم غير كعبادة، أيوة أنا المسيحية اللي بتعشق صحابها المسلمين، أيوة أنا المسيحية اللي شايفة إن مفيش حاجة تنفع تفرق بينا، أيوة أنا المسيحية اللي ديني بيقول لي كده لأن الله محبة. كل سنة وإحنا طيبين وبخير وصحة وسعادة، ورمضان كريم علينا كلنا، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركة، وأربع قلوب حمراء. وفي الآخر كتبت المفاجأة: أنا مسلمة بس حبيت البوست ده. يعني البوست ده أصلا مش بتاعها، بس هي شيرته وكتبت في الآخر: أنا مسلمة بس حبيت البوست ده. هنشوف بقى أسرار عنها، أعتقد ما تعرفوهاش. هناك مقولة تقول: لكل إنسان نصيب من اسم، وقد تنطبق هذه المقولة على الفنانة حنان سليمان التي أخذت نصيبا من اسمها. الحنان هي الكلمة التي يصفها بها كل من يعرفها، وهو ما تشعر به عندما تستمع لصوتها وتراه في أدائها لشخصية الأم أو المرأة الهادئة. حنان سليمان واحدة من الممثلات التي يرتاح الجمهور عند رؤيتهن على الشاشات، تجيد كل الأدوار، إلا أن أغلب المخرجين اختاروا لها دور المرأة الحالمة على عكس بدايتها التي كانت كوميدية. على عكس أغلب الممثلين الذين يحلمون بالتمثيل والشهرة، كانت حنان سليمان لا تحلم بهذا الأمر أو حتى تفكر فيه. نعم شاركت في مسرح المدرسة، لكن حلم التمثيل لم يراودها. إذا ماذا حدث وجعلها تغير رأيها؟ حكاية طريفة قالتها حنان سليمان خلال حلوليها ضيفة في برنامج نفسنا، إذ قالت أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتحصل على شهادة بكالوريوس. فلم تحصل حنان سليمان في الثانوية العامة على مجموع جيد، وكانت ترغب في أن يكون معها شهادة جامعية، لذا التحقت بالمعهد فقط لفكرة الحصول على شهادة وليس التمثيل. خلال فترة الدراسة بدأت تحب الأمر وتفكر في أنها ستصبح ممثلة، وتم تصنيفها على أنها ممثلة كوميدية.
حتى أن أول أدوارها كان كوميديا، ثم بعد ذلك تغير مسارها. ومن خلال المسرح شاركت حنان سليمان في مسرحية الجوكر مع محمد صبحي التي شكلت انطلاقة لها. وعلى صعيد السينما كان فيلم يا رب ولد هو انطلاقاتها، ورغم تشجيعها في الواقع للزمالك ظهرت في الفيلم في دور الفتاة المهووسة بحارس مرمى الأهلي وقتها إكرام. من ناحية أخرى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لوالدتها التي رحلت من سنوات، كانت الفنانة قد نشرتها على حسابها الخاص عبر موقع الفيسبوك وعلقت عليها آنذاك قائلة: بنتي وحبيبتي وأمي وست الحبايب وحشاني وانتي معايا في كل نفس بتنفسه. نشرت الصورة ديت والدتها جميلة كأنها فينوس ملكة الجمال. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه لها؟ وهنا دي حنان سليمان في صورة نادرة، وهنا في بدايتها وأول عملها بالفن. وقد أكدت كثير من المواقع أن حنان سليمان هي عمة المطربة الشهيرة أنغام، وإن كان الموضوع ده هو مش متأكدين منه، وابنها هو الفنان الشاب يحيى فودة، والذي سبق وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها تفاحة آدم وكرم الكينج وحكايات بنات. ابن حنان سليمان الممثل الشاب يحيى فودة. كتير ما عرفوش المعلومة دي، ومعلومة إنها عمة أنغام. وهنشوف تفاصيل عن أنغام بعد شوية، وهي زيجاتها الأربعة. أنغام مولودة 19 يناير 1972، مغنية وممثلة مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان، وعمها الفنان عماد عبد الحليم، وعمتها إحنا شفنا حنان سليمان. دي أنغام وهي طفلة مع عمها عماد عبد الحليم، وهنا أبناء أنغام مع والدها محمد علي سليمان أخو حنان سليمان، وهنا أمال عبد الحليم عم أنغام. تزوجت 3 مرات قبل الأخيرة ديت اللي هي من الموزع الموسيقي، وانفصلت ولديها ولدين هما عمر وعبد الرحمن. تعد أنغام من أكثر المطربات المصريات نجاحا في ال20 عاما الأخير. هنا مروان اللي سجل مع أنغام أغنية عمري معاك وابنها عبد الرحمن، حتى أن البعض قد أطلق عليها مطربة مصر الأولى، كما أن ألبوماتها تسجل أعلى مبيعات في المطربات، وصدر لها ألبوم نفسي أحبك في عام 2009 وحقق مبيعات خيالية، مما اعتبره البعض عودة أنغام لسوق الكاسيت بعد آخر نجاحاتها المدوية في ألبوم عمري معاك 2003. تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر. ده أول زيجتها مجدي عارف، وهي في الفرح وأنجبت منه عمر.